أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من نذر على فعل شيء مباح هل هو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة؟ نعم، إذا نذر نذرا مباحا مثل نذر أنه يشتري ثوب جديد ويلبسه أو أنه يركب سيارة، هذا نذر مباح، إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة يمين. أو نذر أنه يعمل وليمة ويدعوكم إليها، مخير، إن شاء يعمل وليمة ويدعوكم وإن شاء يكفر كفارة يمين. نعم.